الآن واحد بيتكلم بيذكر بعض آيات ورد فيها إن يوسف الرامي كان تلميذ للمسيح في متى 27 وفي يوحنا 19، وبيقول هل يسوع كان له أكثر من تلميذ؟ كتير جدا. هو الاثنى عشر تلميذا دول حتى بنسميهم الاثنى عشر الرسول، ومع ذلك في لوقا إصحاح 10 اتكلم على أنه أرسل 70 آخرين، يعني في كمان 70 رسول أرسلهم، وجميع الذين تبعوا المسيح كانوا يسمون تلاميذ كما ورد في أعمال 11، وما ابتدوش يسموهم مسيحيين غير بعدين في أنطاكيا، لكن كل اللي بيتبعوه كانوا بيسموهم تلاميذ، وكل المسيحيين كان اسمهم تلاميذ. فلما بيقول تلميذ يعني بيتبع ربنا، لكن ليس من الاثني عشر. لكن المسيح كان ليه تلاميذ كتير. بيقول لماذا اختار المسيح 12 تلميذا فقط؟ دول الخاصة اللي خلاهم فصل مركز بيديله معلومات أكتر من غيره، ولكن له كثيرون من التلاميذ. واحد بيقول أخطيت وتبت ولكن ما زلت أعاني من عقوبة الخطية الأرضية. ما تتضايقش، خدها كده بانسحاق قلب واستفيد منها. واحدة بتقول أنا زوجة متجوزة بقالي 18 سنة ولي ولد وبنت وأسرتي الصغيرة، تعيش في محبة وسلام ونصوم جميع الصيامات، حتى زوجي الذي يصوم معنا إلا صوم الرسل، والمشكلة أن زوجي يرفض أن يصوم الأربع والجمعة ويعمل معي مشاكل حتى لا أصوم. خليك هادية مع زوجك، يعني جايز هو ما وصلش للدرجة اللي يصوم كل الصيامات، اكسب الراجل، ما تخليش الصوم بالنسبة له شربة بيشربها ولا حاجة مضغوط عليه. بالنسبة للأربع والجمعة انت صومي وهو عايز ما يصوم شيء، اقنعيه بان الأربع والجمعة اهم من صوم الميلاد واهم من صوم الرسل، ولو خففت عليه في الصيامات الاخرى هيصوم الأربع والجمعة، بس تدرجي مع الراجل، لكن تضغطي عليه كده هيزهق. في ناس ساعات الدين بيقدموه بطريقة صعبة منفرة يخلي الناس يزهقوا منها. ده انت تقولي له انا عاملة لك عدس، أحسن من اللحمة المحمرة، وبعد كده هيدوقه طبعا ويصدقك. يعني امشي معاه واحدة واحدة، امشي معاه واحدة واحدة. بيقول هل القبر كان في بستان جثيمان وهل السيد المسيح هو الذي نحت ولاد؟ ده القبر كان بتاع يوسف الرامي، وكان قبر منحوت، سواء هو اللي نحته أو هو كان مغارة في الجبل واشتراه، ولم يدفن فيه أحد من قبل،
لأن لو دفن فيه أحد من قبل ممكن كانوا ينسبوا القيامة إن قام واحد من اللي كانوا ماتوا قبل كده، لكن لأنه قبر جديد وما دفنش فيه حد يبقى اللي قام منه هو المسيح. واحد بيقول ورد في خروج 6:5 إن الله قال لموسى: قد سمعت أنين بني إسرائيل وتذكرت عهدي لهم. فهل ربنا نسي عشان يتذكر؟ لا، كلمة تذكرت هنا معناها أتى الوقت المناسب الذي أنفذ فيه وعدي. أدي معناها. دايما ناخد ألفاظ الكتاب المقدس ليس بحرفية الكلمة إنما بمفهومها وروحها، يعني جه الوقت المناسب اللي يخرجهم فيهم من عبودية فرعون. سؤال: هل حب الزوجة لزوجها أو العكس، حب الزوج لزوجته يعني، يزيد عن حب الأم لأولادها؟ هي المسألة إن الإنسان يعمل توازن في الحب، والكتاب بيقول يترك الإنسان أباه وأمه ويتصل بامرأته، والكلام ينطبق على الزوجة برضه. مش معناها يترك أباه وأمه يعني يترك إخلاصه لأبيه وأمه، أو يترك محبته، أو يترك وفائه. لا، معناها علشان يعيش عيشة مستريحة لما بيقعد في بيت مستقل بيبقى أفضل. فإحنا نريد إن الناس يقيمون توازنا بين محبة الأم ومحبة الزوج أو الزوج، ومحبة الأب ومحبة الزوج أو الزوج، ونحب إن الأسرة الكبيرة ما توجد لهمش نوع من التناقض بحيث يقعوا في حرج يفضلوا ده ولا ده. ما يحب الاثنين مع بعض. ما الإنسان يقدر يحب زوجته ويحب أمه في نفس الوقت، بس بلاش زوجته تعمل له مشاكل ولا أمه تعمل له مشاكل بحيث يجد نفسه في تناقض، نريح ده يزعل ده ونريح ده يزعل ده. يحاول بقدر الإمكان يحب الاثنين. واحد بيقول: هل يجوز تعليق صور الرسل والقديسين والشهداء في شرقية الهيكل، أم يكتفى بصورة المسيح له المجد والباقي حول حوائط الهيكل؟ حسب الطقس الشرقية بتاعت الهيكل تسمى حضن الآب، وبيوضع فيها صورة المسيح جالس على عرشه وحواليه الأربع حيوانات غير المتجسدين والقوات السمائية يعني، والممكن 24 أسيس، يعني صورة المسيح على عرشه في السماء وحوله القديس. فكل حاجة بالطقس كويسة، لكن أي واحد تعجبه صورة يروح حاططها في الشرقية، تعجبه صورة، الحكاية بقت لخبطة ما فيهاش طقس. الطقس هو نظام كنسي. وصور حتى صور القديسين لها طقس معين في الكنيسة، تستطيعون أن تقرأوا عنه في كتاب دورة الصليب والشعانين، معروف أماكن اللي بيحطوا فيها صور الملائكة ويحط فيها صور الشهداء ويحط فيها صور القديسين الرهبان إلى آخره. واحد بيقول: قام شماس بمناولة الشعب ده يسوع المسيح في حضور كاهن الكنيسة. طبعا غلط، وأنا نبهت الكتب، قلت إن الشماس اللي يناول الكأس لابد يكون شماس كامل، يعني برتبة الدياكون، يكون مكرس للخدمة كشماس زي شمامستنا اللي في لوس أنجلوس، بيبقى مربي دقنه وبيلبس أسود وبيلبس طاقية سودة وبيلبس جلابية سودة، باين يعني أنه مكرس لربنا، ويكون ليس له عمل آخر طبعا، مش في الهيكل شماس وبره
بيلبس بدلة وعلماني تشكك الناس في مين اللي ناولهم، هل ناولهم واحد علماني ولا واحد من الإكليروس. وأيضا على الرغم من كل هذا لا يمكن أن يناول في وجود أحد الأباء الكهنة، الأب الكاهن هو اللي يناول، إلا بقى يعني اللي قادر استنتجه من الكلام ده، إلا لو كان الأب الكاهن ده عنده عذر يمنعه، أو إن هو يكون صلى القداس اللي قبل كده ومفطر ومش قادر حتى وجوده بالشكل ده يبقى عثرة. فنرجو من الأباء الكهنة اللي عندهم عذر يمنع من المناولة لا يتواجدوا ساعة المناولة. لكن الوضع ده عموما غلط. الكنائس اللي فيها شعب كتير ويحتاجوا لأكتر من واحد ما يقولولنا نرسم لهم واحد جديد ونخلص من الشغلانة دي. لكن القسيس يفضل وحده في الكنيسة ويخلي المناولة من الباطن لشماس، كلام مش معقول. واحد بيسأل بيقول هل غلط كتابة أي معلومة أو أي تفسير بسيط في الكتاب المقدس؟ هل الغلطة دي تخليه يعتبر محروم؟ لا طبعا، في فرق بين غلطة ومسألة تمس العقيدة واللاهوت. ففي أخطاء تحتاج للتصحيح وتنقيح ومراجعة، وفي فكر يدل على انحراف لاهوتي أو انحراف عقيدي بيكون باين وواضح، وخصوصا لما تكون الغلطة مش مجرد سطر معين فيه غلط، إنما روح الكتاب كله بالشكل ده أو روح المقال كله، يعني بتبان. وفي فرق بين إنسان يغلط ويقولوا له أنت غلطت، يقول حاضر وما عدتش أعملها تاني وأشكركم أنكم نبهتوني، وإنسان يصر على الموقف اللي هو فيه لغاية لما يضيع روحه. واحد بيقول ما حكم الكنيسة في هذا الشخص؟ هو حاصل على ليسانس حقوق ويبلغ من العمر 58 سنة وبيدرس لنا الكتاب المقدس وجميع أفكاره خارجة عن العقيدة، وبينكر المذبح وبينكر جسد الرب ودمه، وبينكر الكهنوت وبينكر العماد وبينكر التناول. هو احسن انكم لا تقبلوا شخصا زي كده يدرسكم، ولو قلت لي عليه امنعه من التدريس في الكنيسه بتاعته لئلا يتلف عقول الناس. وما تفتكرش ان عيب انك تقول لي اسم، والا يبقى انت بتجامل الناس وبتضيع الباقيين. هو بيقول ان ناقشه والتاني يعني ما اهتمش. لا يا ابني، من اجل الدفاع عن العقيدة ما تتهاونش في الأمور دي.